الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الزواج من الثانية بدون أن تعلم الأولى لأن الأولى لن ترضى؟ ليش يا خواف؟ ليش أكثرنا جبناء في هذه المسألة؟ لا تخبرون النساء بعدين يمكن ما يقبلون حتى الحديث. يا إخوتاه، ليس للمرأة الأولى حق في أن تمنعك أو تحول بينك وبين الزواج، ولكن أنت اختبر نفسك. إن كنت رجلا تجد في نفسك القدرة على العدل وقلبك قوي وتتحمل ما تسمع وتغض الطرف عن كثير من الكلام وتجتهد أولا في العدل، فأقدم. وأما إن كان يغلب على نفس ظنك على ظنك أنك ستميل كل الميل وأنك ستحيف فلا تقدم. أنا أظن إذا وصلت المسألة إلى أنك تخشى إن أخبرتها فالأمر في غاية الخطورة. نعم، أنت عليك أن تتلطف معها وتجعل مقدمات ويعني تجتهد في تلطيف الجو معها وتراضيها بشيء من المال وبشيء من اللين وبشيء من العطاء، ثم لو قدر أنها أصرت أنها لا ترغب أنها لا يمكن أن توافق على ذلك فلست ملزما بموافقتها. نعم، الله إليكم. وأحيوا هذه السنة. نساء المؤمنين جالسات في البيوت عوانس، بعض البيوت فيها 10 نسوة منهن من بلغت 40 و50 ولم تتزوج، ونحن قلدنا الغرب وأصبحنا نسمع التمثيليات الهابطة، وكل التمثيليات هابطة التي تشوه سمعة الزواج والتعدد وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بدأ بالتثنية. ولذلك أذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله وله سلف في هذا يقول إن الأصل هو التعدد، وعدم التعدد عند الخوف من ماذا؟ من عدم العدل فقط. تفضل.